عقدت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب اجتماعا مع معالي السير لينسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني، وذلك بحضور معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة سفير مملكة البحرين في المملكة المتحدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وخلال الاجتماع أشادت معالي رئيسة مجلس النواب بعمق العلاقات البحرينية البريطانية ومتانة روابط الصداقة التاريخية والتعاون الاستراتيجي بين البلدين الصديقين، وحرص مملكة البحرين على تطوير التعاون في مختلف المجالات في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وأكدت معاليها أهمية التنسيق البرلماني المشترك لدعم جهود التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار، وتطلع مجلس النواب البحريني لتبادل الخبرات والزيارات والاجتماعات على مستوى الأعضاء والأمانة العامة مع مجلس العموم البريطاني وتفعيل لجان الصداقة البرلمانية المشتركة بين الجانبين، بما يصب في مصلحة تطوير العمل البرلماني وخدمة مصالح البلدين الصديقين. كما أشارت معاليها إلى أهمية التعاون القائم لمجلس النواب مع عدد من المراكز البريطانية. ومن جهته أيضا أشاد معالي السير لينسي هويل رئيس مجلس العموم البريطاني أشاد بما حققته مملكة البحرين من إنجازات في كافة المجالات بخاصة في مجال تمكين المرأة سياسيا، مؤكدا على أهمية استمرار وتعزيز التواصل بين البلدين الصديقين على كافة الأصعدة. كما أشاد معالي بالتعاون القائم بين البلدين في إحلال السلم والأمن في المنطقة والعالم، منوها بأهمية السعي نحو تفعيل التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري خلال الفترة القادمة. كما تم في الاجتماع أيضا بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل دعم العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين.